جولتنا المنوعة بلشت وبدايتها حخبركن عن شابة مصرية تدعى غرام محمد. بدأت بالفيلم من عمر 10 سنين، ومع تقدم العمر أبدعت بالرسم بالرصاص بأسلوبها الخاص، وصارت تنقل تجربتها لتدريب الفئات العمرية المختلفة. وجولتنا مكفية، فيعد سباق قوارب اليقطين حدث فريد من نوعه، وهو عبارة عن مسابقة لتجديف الكاياك بقرع كبير مجوف، وهو تقليد سنوي ببلجيكا ويشهد مشاركة مئات المتنافسين مرتديين أزياء تنكرية. وبجولتنا الأخيرة حخبركم عن تحويل المبنى الإسباني يلي ولد فيه سالفادور دالي عام 1904 لمتحف غامر، حيث يمكن للزوار استكشاف الحياة والإرث الفني للرسام السريالي من ولادته وحتى أيامه الأخيرة. Thank you.